أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا من مدينة أفسس القديمة عن رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. هذه الرسالة غنية جدا وجميلة جدا، تتكلم عن غنى المسيح في حياة المؤمن، المسيح في المؤمن والمؤمن أيضا في المسيح. هي رسالة السماويات والنعم والبركات أيضا، وهذه الرسالة فيها عقائد مسيحية رئيسية رسمية من بداية الإصحاح الأول، عقيدة الاختيار وعقيدة التبني والتقديس والتمجيد والفداء وعقائد أخرى لاهوتية مجيدة، ولكنها رسالة عملية جدا فيها تشجيعات ومباركات من الرب يسوع لكنيسة أفسس.